تعرفوا هاد الناس علاش كيديروا هادشي كامل؟ علاش؟ السلام عليكم، راس الدراري سامان عضو في لجنه التور. اليوم جينا هنا الحمد لله على اساس الدوره، وللاسف للمره الثانيه كياجلوها، اللهم انا هذا منكر. وانا نعرفوا هاد الناس علاش كيديروا هادشي كامل؟ علاش؟ واش هاد الناس ما بقاش فيكم تبارك الله؟ شويه الشباب والنساء والارامل كلهم جايين هنايا على اساس يسمعوا شي اخبار زوينه، واليوم كتقول لي لا تاجلات، راه حرام عليكم، والله العظيم راه حرام. حنا ما كنطالبوا حتى شي حاجه، نعم، راه كنطالبوا غير بالسكن بحالنا بحال الناس، بحالنا سكنوا بزاف، ما باغي حتى شي حاجه. واليوم راه كناجلوا صاحب الجلاله، والله الله يشافيك، والله ينصرك، راه بغيناك تدخن وتصرفك على هذه المهزله، هذه راه مهزله كدير لنا فيها العروده، راه عيب وعار انهم جيو الناس من حربيلي جايين على رجلهم في هذه الشمس، وكتجي وكتقول لنا تاجلات. حنا راه كنستركوا هذاك الشيء، حنا راه بغينا نسكنوا بزناتها، وبغينا من المسؤولين انهم يترجلوا معنا بهذا المعنى، وانهم يترجلوا معنا، راه عيب وعار تبقاو تاجلوا فيها. الله يجازيكم بخير، عطونا حقنا، راه ما كنطلبوا حتى شي واحد، هذا راه حقنا، وبغيناكم ان شاء الله الزمانه الجايه تكونوا معنا الناس، ما تكونوش معنا كما كتضحكوا علينا دابا. الله يجازيكم بخير. شكرا.